طبعا جريدة أو صحيفة الوطن السورية هي مقربة من النظام، وحتى الشخص الذي كتب المقال وهو شخص عنصري يعني هو عدو للوطنية وعدو للديمقراطية وحتى للشعب السوري والشعب الكردي بالأخص. فما كتبه في المقالة هي عارية عن الصحة، لم يتم هناك لا أي اتفاق أو حتى لقاء حواري بين النظام السوري والإدارة الذاتية الديمقراطية. وموضوع الأعلام والصور واللافتات في قامشلي والحسكة هي ضمن إطار تطوير المدينة وتنظيم المدينة وما تقوم به بلديات الشعب في المدينة. تطبيق السياسة الديمقراطية هي من واجبها أن تقوم بإزالة الصور، كي لأن الصور والأعلام قد أتلفت وقد مزقت وتراكمت عليها الأوساخ. رموز الوطنية الكردية سواء من الأعلام وصور الشهداء وصور قادة الكرد يجب أن تصان وأن تحترم، لذا ستخصص هناك أماكن لوضع هذه الصور واللافتات. فما تدعيه هذه الجريدة أو هذا الشخص فعان على الصحة، ولا وجود أو اتفاق بين الإدارة الذاتية والنظام السوري. هل الإدارة الذاتية بدأت بإجراء حوارات مع النظام السوري إلى حد الآن أم لا؟ لا، لم تجري حتى الآن أي مباحثات أو مفاوضات أو حوارات، ولكن نحن منفتحون أمام الحوار مع أي جهة كانت، سواء كان في الداخل السوري أو الخارج، مع النظام، مع المعارضة، مع الدول الإقليمية والدولية. نحن كأحزاب والإدارات الذاتية في شمال سوريا ومنذ بداية الثورة السورية وحتى الآن دائما نطالب بالحوار السوري السوري، ولا نقبل بأي إملاءات من الخارج، لذا لم تحدث حتى الآن أي لقاء أو مفاوضات أو حوار على مستوى سوريا بين الإدارة والنظام.